نضربه يمين بشمال في تحت الحزام في فين يوقعك ونكتف ونكلم 911 او ماي جاد عشان تكمل الكولكشن. انت الكبير وانت الكبير قوي. It depends. تشاهد على روحك. ايه كام داون. تحب تموت كيف؟ بص هي اروش موتة موتة ربنا. ونعم بالله بس هنعمله ايه؟ قدر ومكتوب. طب ما ينفعش تنقلي موتة ما تكون ما بتوجعش. ما بتوجعش. ده انا جاي عشان اسمعك وانت بتكاكي من الوجع. اختار. شنج. ضرب النار. الجلد. لا لا. يبقى الجلد. وحدوجهم لك واحدة واحدة بعد كده. طب ما ينفعش تحدفني من الشباك وتخلص. اتشاهد على روحك. ثانية واحدة. دي مش رجولة. ما ينفعش تقتل راجل اعزل. اعزل ايه وبتاع ايه؟ انا ما فاهمش في الكلام ده. انا جاي اخد بالطار وماشي. اه لو في تكافؤ فرص كان زماني مسحت بيك الارض. بتقول ايه؟ يعني كان ممكن اكسبك. تكسبني؟ تكسبني في ايه يا سوس؟ انت اتجنيت؟ في اي حاجة. مورتال كومبات، ستريت فايتر، باليه مائي، بوكس. بوكس؟ انت تكسبني في البوكس؟ انا بصراحه واقعد في البيت. انا اكسبك وانا مغمض كمان. مغمض اوفر شويه الحته دي. انا ممكن اكسبك بايدي اليمين بس لان الشمال دي انت مش هتستحملها. وريني وريني وريني. ايه الاجواء الرخيصه دي؟ انت فاكرها سهله ولا ايه؟ مش لازم يكون في حكم وحلبه وجمهور. طب والحاجات دي هنجيبوها منين دلوق؟ وليه دلوق؟ ما نستنى اربع شهور نعمل اربع شهور. اتشاهد على روحك. تو دايز. يومين بس. طب ما انت ممكن تهرب. طب بالعقل كده. في عمده ممكن يسيب الكانتري بتاعته ويهرب. بتفكر؟ آه لا تلاقيك قلقان من حكايه الشمال بتاعتي دي. قلقان؟ ماشي. هم يمين. الجهاد كفنك معاك. الدنيا حر جدي. هو المدرب ده هيتاخر لسه كتير. انا ما فاضليش الا يومين يا دوب اتعلم حركتين بوكسين اي حاجه. ما تقلقش زمانه جاي. انت متاكد ان الراجل ده كويس ولا هيطلع كاوتش؟ بص هيدرس قال لي ان مفيش بطل في مصر في البوكس ما عداش من تحت ايده. هيدرس يا ابل تسمع كلام واحد ابل. جوني مفيش حل غير كده. خلينا نجرب بقى ونشوف. السلام عليكم. ربنا يسهلك يا حاج. امسك. ايه ده؟ ازيك يا حضرة العمدة؟ اهلا وسهلا. ثانية واحدة. حمدي كاتا. طب خد نفسك يا استاذ حمدي، حضرتك جاي من الدلتا ماشي؟ دلتة ايه؟ حمدي كاتا مدرب الكاراتيه بمركز شباب المزاريطة والحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية سنة 67 تحت 18 وبصلح أجهزة كهربائية. أقمر. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ مش أنت اللي بعت لي مع هاجرش عشان عايزني؟ أيوة يعني هيعوزك في إيه يعني؟ آه ده تلاقي الراجل اللي جاي يصلح الدش. فعلاً أنا الهوت بيرد عندي فيه مشاكل بيقطع ما بيلقطش على طول. دش يا أستاذ؟ أنت بتكلم راجل حاصل على الحزام الأسود. أنا جاي أعلمك كاراتيه. هو الحزام الأسود بقى جلد وبتوكة؟ إحنا نهزر؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أمسك. أنا عايز مدرب بوكس. أنا بلا فخ المدرب الوحيد بمركز شباب المزاريطة، بل المدرب الوحيد على الناحية كلها. يعني أنا لبستك خلاص، أنت بقيت بالنسبة لي أمر واقع. أنا عايز مدرب بوكس مش كاراتيه. والبوكس إيه؟ البوكس إيه والكاراتيه إيه؟ ما كله ضرب، وبعدين في النهاية هم عيلة واحدة بس منفذين على بعضيهم. أنت راجل فاكس موت وأنا مش مقتنع بيك ذرة. يا حضرة العمدة ما تقلقش، إن شاء الله هعمل لك شغل فنادق. ده الكوتش ده الكوتش ده الكوتش. ايه بقى هنبدا كتات ولا متاسس؟ سامع بيقول ايه؟ سامع بيقول ايه؟ استاذ حمدي باختصار انا عاوز اعرف اسد اي بوكس يجي في وشي. اه فهمني. ما هو انت ما فهمتليش كده يا سيدي. بسيطه احنا هننفذها عملي. لفيني باللكاميه في خشم. اه يعني اعمل ايه؟ لفيني باللكاميه في خشمي. مش فاهمك. اديني بالبوكس في وشي. ايه ده؟ انت عايز بوكس بجد في وشك بجد؟ لا كده وكده. ايه ده راجل قالش قالش السنين. يا عمدة ما تهبش مني ما تخافش. خش عليا جامد كده واديني بالبنيه في وشي جامد. انت متاكد؟ اضرب.
طيب انت واخد بالك من نفسك تمام يعني؟ يا ابني ما تخافش مني. طيب بس ما تزعلش مني. سوري انا اسف، انت اللي قلت لي اضرب. معلش انت اللي قلت اضرب. قوم يا حاج. انا اسف والله، والله مش قصدي. مش حاجه متعودين على كده. معلش انا مش عاوز كده. بس هو انا العيب من عندي انا. ايه ايه هو انا؟ لا مفيش حاجه، احنا اقوى. انا اللي كنت ما استعدتش. بس احنا هناخد وضع الاستعداد واضرب زي ما انت عايز. متاكد؟ ايوه. طيب ماشي. زي انا ما قلتلكش المره اللي فاتت. عيب عندك. اضرب. انت تمام كده؟ ايوه. يا نهار اسود. اوه ماي جاد. دف اسنانه، دف اسنانه. هيز بليدنج. معلش. طب ايه كام ده؟ قوم يا حاج قوم. انا اسف، انت اللي قلت لي. ايه الصوت يا حاج؟ انت كويس؟ كويس؟ عادي. احنا متعودين على كده. انا عاد عنفي بقى. ايه يعني جلسن؟ مش مشكلة. طب اديهم له. تبعك؟ امان اديهم له. خايف على ايه يا حاج؟ انا ما يهمكش. بص يا عم ده، انت بتضربني غلط. طب علمني اضرب ازاي صح. انا عايزك تديها لي عدل، مش خطفايه. يلا مش مشكله، يلا توكلنا على الله. استعد، خليك وضع السلم معايا. اضرب. ايه يا زوني؟ حرام عليك، راجل هيموت في ايديك. عمال يقول لك اديها له عدل، اديها له خطفايه ليه؟ مادة ولا ايه؟ جوني يا جبان. طب خدوا لي حاجه. جوني يعني خلاص ده قدري؟ اسيب امريكا واموت في المزاريطه؟ انا عمر ما ده كان طموحي ابدا. انا كان مالي ومال التار والزفت ده كله. بليز فكر في حل. انا بفكر اهو. انت هتمثل، قول حاجه عملي. حاجه عملي. اوكي لقيتها. ايه؟ احنا هنخدره يا معلم. يعني تفتكر لو لونه اخضر هيبقى طيب؟ انت هتستعبط. جوني افهمني، هنخدره يعني هنحط له مخدر. مخدر؟ انت ليه الفاظك بقت كده؟ ايه كلام افلام المقولات ده؟ ايه مخدر دي؟ يعني الناس تقول لي عندك كل الاوراق والمساندات هتضيف داهيه، في ايه؟ جوني افهمني. بص احنا هنحط له منوم قوي جدا في الميه اللي هيشربها في البريك ما بين الجولات، واوعدك انه مع اول بق البغل ده هيبقى بيبي نايم في سريره قدامك. ما توهمتش، ما هزتنيش الفكره خالص. المشكله مش مشكله سم ولا مشكله مخدر، المشكله هيشربه ازاي. الحاجات دي ما تفوتش على توماس. ساعه اللعبه هخلي هادرس يروح يحط الازازه اللي فيها المخدر مكان الازازه بتاعته. بس جوني ارجوك انت بقى تستحمل لحد اول بريك بس. اوكي ربنا يستر. بس انت تعرف لو الخطه القلشه اللي انت بتقولها من شويه دي فكست هيحصل ايه؟ هموت. او ماي جاد، قلناها في نفس النفس. دي ساين. هموت يا توماس. لا جوني ما تعملش في نفسك كده. اهالي المزاريطة الكرام، اليوم موعدكم مع المباراة التاريخية، المباراة التي لا تقبل الجسم على اثنين والاعمار بيد الله، مباراة التحدي الكبير بين بطل وجه قبلي عزام القط. كله زي الفل، بس انت لازم تعدي الجوله الاولى. هي الجوله قد ايه يا كوتش؟ دي اللهم صل على النبي. البوكس هو انا مش متذكر قوي. بوكس يعني يا نص يا ربع. يا نص وربع ايه يا حاج؟ بس عموما اول الجواز ما يضرب يبقى الجوله خلصت. انت قلقان من ايه؟ ده مش هياخد من ايدك غلوه. ده انت فاكس موت. عاش يا وحش.
عليك.